رسالة مضمونها السلام حملها وفد من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردي التركي ونواب في برلمان تركيا إلى القادة السياسيين في الإقليم بعد تسلمهم إياها من زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان عقب سماح السلطات التركية باجتماعه بهم مؤخرا في خطوة لاقت ترحيبا من الأحزاب الرئيسية الكردية في الإقليم. أكيد نحن في إقليم كردستان وفي الحزبين الرئيسيين الذين أسسوا الحكومة الكردستانية البارتي حزب الديمقراطية الكردستان والاتحاد الوطني لنا رأينا الخاص في هذه القضية. نحن مع أن تحل هذه القضية وأن بالطرق السلمية وأن تمهد وأن نطلب من الحكومة التركية أن تكون جادة أكثر في إيجاد الحلول وإزالة العواقب المستمرة والتي نتوقع أن تكون أكثر، وبالتالي ونطلب أيضا من القوى الكردية أيضا أن تكون في مستوى تحمل المسؤولية ونرحب بهذه الخطوات ونساندها. إلا أن مختصين في الشأن التركي الكردي رأوا أن هناك طريقا شاقا أمام إنجاح مفاوضات السلام مع أوجلان، لأن زعيم حزب العدالة والتنمية حسب رأيهم يرغب اليوم بالحصول على كل شيء مقابل أقل شيء، فضلا عن صعوبة تنفيذ خيار إلقاء حزب العمال الكردستاني لسلاحه إلا وفق شروط قد تكون صعبة بحسبهم. الحكومة التركية تعلن بأن الهدف من المفاوضات أو من الاتصالات هو إقناع حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح، ولكن حزب العمال الكردستاني يؤكد بأن إلقاء السلاح هذه ستكون الخطوة الأخيرة في عملية طويلة للسلام. لا يمكن لهذا الحزب الذي حمل السلاح منذ عام 1984 أن يلقي السلاح بدون أن تقوم الحكومة بإجراءات معينة أو بخطوات معينة وبالاعتراف بكثير من القضايا. زعيم حزب العدالة والتنمية يرغب في الحصول على كل شيء مقابل أقل شيء يمكن أن يعطيه للكرد، وبالتالي وهذه السياسة وهذه المفاوضات وستكون مفاوضات شاقة وطويلة ولكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل. فيما كان محللون آخرون أكثر تفاؤلا لاعتقادهم أن خيار السلام وإنهاء الملفات العالقة بين تركيا والإقليم بات ضرورة ملحة فرضتها المصلحة الاقتصادية بين الطرفين، والتي قد يكون أهمها ضمان سلامة الأنبوب النفطي الذي يربط كركوك بتركيا وأذربيجان وثم إيران. تركيا وكردستان بحاجة إلى قوة سياسية واقتصادية، خصوصا اليوم هناك علاقات استراتيجية تجمع الطرفين في المنطقة، ومن أجل تقوية العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا اليوم كلا الطرفين يقومون بإيجاد حلول كثيرة سلمية من أجل أمن المنطقة وسلامتها ومن أجل إدامة العلاقات السياسية والاقتصادية، وأن وجود الوفد هنا هو جيد كما نرى من أجل عدم عرقلة في المفاوضات والحل السريع بين الطرفين من أجل سلامة المنطقة وسلامة الأنبوب النفطي المرتبط بين كركوك وتركيا وأذربيجان وإيران وضمانته، وإذا لم تحل المسألة بشكل سلمي فالأنبوب معرض للتخريب أكثر. رحلة الألف ميل بدأت الآن، مفاوضات شاقة وطويلة، تنازلات بين الأطراف ستطرح على طاولة المناقشة، ربما تحل أو لا تحل، والأيام القادمة ستظهر نتائج جهود هذا الوفد ولقاءاته مع الأطراف الكردية الرئيسية في إقليم كردستان العراق. ميلاد سامي، السومرية، أربيل.